استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا الصديقة السابق، وذلك بمناسبة زيارة جلالته لمملكة البحرين لحضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2016 الفورمولا 1. وقد رحب جلالة الملك المفدى بجلالة الملك خوان كارلوس، واستعرض جلالته معه علاقات التعاون والصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدا العاهل المفدى بما تشهده هذه العلاقات من تطور وتقدم بفضل الحرص المشترك على توثيقها وتدعيمها في شتى المجالات. وأكد صاحب الجلالة تطلع مملكة البحرين لمواصلة العمل لتوطيد علاقاتها المتميزة مع مملكة إسبانيا الصديقة لكل ما فيه خير المملكتين ومصلحة شعبيهما الصديقين. كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود جلالة الملك خوان كارلوس ودوره في تعزيز العلاقات البحرينية الإسبانية وتطوير أسس التعاون المشترك على كافة الأصعدة. وقد أعرب جلالة الملك خوان كارلوس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها في زيارته للمملكة، مشيدا بجهود جلالة الملك والتي أسهمت في تنمية وترسيخ العلاقات الودية المتطورة بين مملكة إسبانيا ومملكة البحرين الصديقتين، متمنيا لهذه العلاقات دوام التقدم والتطور.